احنا عود كوارتيت من بيت العود العربي. انتوا من وين؟ انا من مصر وديمتري من روسيا واسلام من مصر. والله يعني هو احنا اتعرفنا على بعض في بيت العود العربي لحد ما يعني عملنا فريق بنقدم بقى كذا مدرسة، يعني مدرسة العراقية والمصرية والتركية. وديمتري بيعرف يعزف شرقي؟ أنا أعزف عود وبوزوك ويعني كونتراباس، على شيء أنا كبحب المزيكا المصرية. وهي بيحكي عربي كمان، يعني شرقية قوي. يعني people look at me and tell me إيش أنت مصري ولا إيه؟ لا انت مش روسي يا باشا خلاص. So right now يعني thanks to this guy and thanks to many people يعني from Egypt I'm يعني half half يعني نص half Russian half مصري. هاي الآلة شو هي؟ ده كونتر باس عود. العود ده اخترعه استاذ نصير، واستاذ نصير شمع يعني عازف عراقي مشهور جدا واسس بيت العود. يعني هو اختراع جديد اظن، يعني انا بحياتي مش شايف فيه كونتر باس عود. وديمتري عزف عليه بشكل كويس جدا وقدر يعمل يعني حاجات بتتعمل على العود العادي على الكونتر باس، وهنشوف مع بعض عن مصر. يلا اتفضلوا.